من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية وإثبات سياسة الحكم الرشيد وتنمية البلاد، جاءت هذه الندوة المنظمة من قبل حزب النصر تحت شعار التصدي للعنف وتعزيز الحوار بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني. العميد العام لحزب النصر في كلمته حث المواطنين التشاديين إلى نبذ العنف والالتزام بالحوار الاجتماعي من أجل المصلحة العامة في ظل تسيير الديمقراطية الفتية إلى الأمام، وتجنب كل ما يؤدي إلى الاضطرار بالبلاد، مثمنا الجهود المثالية حول التوافق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتطوير المؤسسات الوطنية. ويحيي الحزب روح الحوار والتفاهم بين الحكومة والنقابات الوطنية، ويدعو اللجنة الثلاثية لاستمرار الحوار حتى النهاية للوصول إلى توافق بين الأطراف. هذا فإن الندوة حضرها رئيس الحزب محمد النظيف يوسف وبعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني والتلاميذ ومناضلي الحزب. وخلال المناسبة تداخلت بعض ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة بطرح أسئلة حول الحكم الرشيد ونبذ العنف وتعزيز السلام، وقد أجاب الأمين العام لحزب النصر بشفافية ووضوح. Chupa, 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 chupa.